كما ينضم إلينا عبر الهاتف من مسقط المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية سالم بن حمد الجهوري. أهلا بك في نشرة الثامنة. ما أبرز إسهامات دولة الكويت في عهد الأمير الراحل في تعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك؟ شكرا لكم جزيلا على إتاحة هذه المساحة الزمنية، والحقيقة تعازينا إلى الأشقاء في دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا في مصابنا الجلل، مصاب أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويعني نتمنى للكويت في أبنائها أن تنهض وأن تستمر وأن تستشرف المستقبل تحت يعني قيادة الأمير الجديد مشعل أحمد الجابر صباح. الكويت لها دور حقيقة كبير جدا في منظومة مجلس التعاون، وقد تكون الدولة الأكثر اختبارا في قوة وصلابة مجلس التعاون عندما تعرضت للغزو العراقي، وكانت هذه اللحمة الخليجية التي وقفت معها وأيضا الأشقاء العرب والتحالف الدولي لاستعادة الكويت أرضا وجغرافيا. أنا أعتقد أن دولة الكويت لها دور رائد في الفترة الماضية في النهضة التعليمية والسياسية، وأيضا النهضة في الكثير من البرامج التي قدمتها والإنجازات، ومنها المساهمة في منظومة دول مجلس التعاون، وواثقون بأنها سوف تكون كذلك بنفس الفعالية في المرحلة المقبلة. نعم، إذن من مسقط المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية سالم بن حمد الجهوري، شكرا جزيلا لك.